ست يمنى، في شو مخططكم انت وياسما؟ انا مؤكد انه انت لعبتي لها بعقليتها وخليتيها تتهور هيك. هول حركات من اختصاصك، الهرب والتخبايه والحب الاعمى الغبي لا بينفعك ولا بينفع غيرك. ياسما ولا مره كانت متهوره هيك. لشو عم تشربيها؟ ما تكوني عم تعطيها شيء من عم تتعاطيه. سد بوزك واسكت احسن لك. انت اسكت وخليكي هون، انت وطي صوتك بعد كل شيء عملتيه فينه بالبيت. الك عين صرخه، انت وجودك بهيدا البيت رح يخرب لك كله. انا مش قاعده بهالبيت اصلا. مبروك عليك وعمرتك التعيسه اللي كانها حياتها معك. مرتك اللي فاكره حالها مجوزه رجال رح يامن لها بيت وحياته وعائله، طلعت مجوزه واحد شغل بمنحس لجده وينفذ له اوامره حتى يكتب له سرته باسمه بعد ما يموت. ولك كفي، ما تخليني اقتلك واخلص منك. عم تمد ايدك علي؟ روح عمر رجال عمرتك مش علي انا يا سوس. ولك بدي ربيك انا ما حدا عم يربيك بهيدا البيت. روح عمر رجال مش علي. شوفي جدو حكيت حكي مش منيح، طلعتني بالتيابي. يمنى فقدت لنا عقلتنا كلنا. لك حتى يسمع الرقيقة الهيدي المهزلة، بس سمعت كلمة يمنى صارت بالعقل. مش مزبوط، يمنى ما خصها باللي صار، أنا اللي ورطتها معي. أنا طلبت منها تيجي معي لما أحس حالي لحالي. حاج تظلمونا بقى، حاج تحكوا حكي طالع ونازل كأنه نحن أولاد صغار وكأنكم بتملكونا وبتملكوا الدين كله. خلص منتي فوتي عقودتك، أنت تعبانة أعصابك تعبانة، فوتي. إيه أعصابي تعبانة لأنه كل اللي صار معي ومع فارس صار غصب عني. أنا بحياتي ما كان بدي كذب عليكم أو خبي عليكم، بس أنتوا ولا مرة سمعتوني. كل شيء بالتهديد، تهديد وبس. هيدا لأنك ما قبلت تقتنعي بالكلام اللي قلنا لك إياه. منيح هيك اللي صار، هاي مبسوطة؟ أكيد ماني مبسوطة، وأصلاً بعد ما بعرف الحقيقة، ما بعرف ليه لبست فستاني الأبيض وشلحته، لأنه الشخص اللي بحبه ما إجا، وما بعرف ليه ما إجا، وما بقدر أظهر أسأل ليه، لأنه البابا هددني. بيي اللي بحبه ويلي ما بدي زعله قال لي إذا بظهر من البيت ما قال لي رجع. انتو هاي طريقتكن، هيك بتحلوا المشاكل. كفي بقى ياسما، بكفي جرصة وبهدلة. ساعة انت وساعة يمنى، انتو يمنى مش عايشين مثل بين العمال والموصفين وأهل الضيعة لتعرفي شو عم بيصير. تعي شوفي من بعد ما يمنى ضربت الولاد بالسيارة هيك وسكراني وقتلتو للصبي، تعي شوفي كيف صاروا عم بيعملوني. انتو بتعملوا عملتكن وبتقعدوا بالبيت أو بتهربوا عضايع بعيدة. تعدي محلي وتحمل النظرات والتلطيشات والحقد والكره اللي بشوفهم كل تك بعيون الناس. خلص بقى يوسف بكفي. لا مش خلص، بدي احكي لانه انفلقت. بكفي بقى، استحوا عدمكم. البابا مريض وجده ما بقى يحمل خضات، والماما كمان ما فيها تتحمل اللي عم بيصير. خلص قرف ونق، خلص. انتوا يمنى ولارا كمان لازم تعرفوا انكم عايشين احلى عيشه هون. روحوا شوفوا اللي مثلكم كيف عايشين بالقله والتعتير. خلص والله العظيم تعبت تعبت. تعبت